استهدف قصف إسرائيلي مجموعة من الصحفيين أثناء عملهم في مخيم صيرات وسط قطاع غزة، بينهم مراسل الحدث والعربية أحمد حرب. كما أدى الاستهداف إلى إصابة مصور قناة TRT وإصابة تسببت ببتر قدمه. افتح الباب. يلا ايش اللي صار؟ كنا في مهمه انا من اختي، انا والزميل مصور في الاثيره العربيه، وكنا واقفين قصفونا قذيفه مدفعيه بشكل مباشر. سامي قطعت رجله. طب خلي الدكتور يتعامل معه. تعال جاي، تعال جاي. كنا نلبس الهوده والدرع علينا صحفيين، قصفونا دون تحذير ونحن نغطي ما يجري الان من توغل في المخيم الجديد في النصيرات. تمام يا دكتور، ركب. اهدى سامي، اهدى، خلاص حط بس. حط البلاتين وركبها. اهدى خلاص. سامي. تمام يا دكتور، ركب. اهدى سامي، اهدى، خلاص حط بس. حط البلاتين وركبها. اهدى خلاص. سامي. أعلن الجيش الإسرائيلي وجهاز الأمن العام الشباك أن رضوان رضوان رئيس جهاز الأمن الداخلي في حركة حماس في جباليا شمال قطاع غزة قتل في غارة جوية أمس الخميس. هذا وقال الجيش الإسرائيلي إن غارة أخرى قتلت أمس أيضا حامد محمد علي أحمد، القائد في الجناح العسكري لحركة حماس والذي كان مسؤولا عن الأمن الداخلي في جباليا. المركز الفلسطيني للإعلام أفاد بأن 6 أشخاص قتلوا وأصيب 72 آخرون جراء استهداف القوات الإسرائيلية للمخيم الجديد غربي مخيم صيرات في وسط قطاع غزة. وأشار المركز إلى أن الطيران الإسرائيلي استهدف محيط أبراج الصالح بشمال مخيم صيرات، لافتا إلى استمرار الاشتباكات والقصف المدفعي تزامنا مع إطلاق قنابل دخان في شمال المخيم. وكان التلفزيون الفلسطيني أفاد في وقت سابق اليوم بأن القوات الإسرائيلية أطلقت قنابل فوسفورية تجاه المخيم الجديد في النصيرات. ومن مدينة غزة معنا الآن مراسل الحدث خضر الزعنون. خضر، مساء الخير لك، معك نتابع الأوضاع في وسط القطاع وتحديدا في النصيرات. مساء لك لارا. يعني الأوضاع الميدانية لازالت متوترة في منطقة مخيم النصيرات والمنطقة المحيطة بهذا المخيم، خاصة خط المغرقة وأيضا أبراج مدينة الزهراء السكنية، حيث يواصل الجيش الإسرائيلي غاراته وأيضا القصف من قبل الدبابات والمدفعية للجيش الإسرائيلي لتلك المنطقة. هذا أدى أيضا إلى سقوط أعداد من الضحايا وأيضا المصابين الذين تم نقل غالبيتهم إلى مستشفى شهداء الأقصى في مدينة المجاورة. أيضا هنا في مدينة غزة الطائرات الحربية الإسرائيلية قبل قليل استهدفت منزلا في حي الزيتون إلى الجنوب الشرق من مدينة غزة، وأدى ذلك إلى سقوط على الأقل 3 من الضحايا ونحو 6 من المصابين والذين تم نقلهم إلى مستشفى المعمداني في المدينة. أيضا الطائرات الحربية الإسرائيلية قصفت منزلا في بلدة بيت حنون إلى الشمال من قطاع غزة، وأدى ذلك إلى سقوط على الأقل 3 من الضحايا ونحو 10 من المصابين والذين تم نقلهم جميعا إلى مستشفى العودة وكمال عدوان في بلدة بيت لاهيا أو جبالية مجاورة. هذه يأتي أيضا في ظل تحليق مكثف لطائرات المسيرة الإسرائيلية التي تجوب مختلف المناطق هنا في قطاع غزة. طيب خضر، بالنسبة للحركة، هل الحركة ممكنة بالنسبة للأهالي للخروج التحرك الهرب من هذه الجبهات؟ نعم، يعني أولا فيما يتعلق بعملية النزوح، فعلا كان هناك عملية نزوح عشرات الأسر الفلسطينية خاصة من المنطقة الوسطى وتحديدا من منطقة المصيرات، هذه المنطقة التي تعتبر مصرع عمليات الجيش الإسرائيلي تواصل منذ نحو يومين، حيث يتوجه المواطنون إلى مدينة دير البلح المجاورة أيضا إلى منطقة الزوايدة في المنطقة الوسطى، وكل ذلك يحدث يعني عمليات القصف المتواصلة من قبل الطيران الحربي الإسرائيلي وأيضا إطلاق النار من المسيرات الإسرائيلية. المواطنون يحاولون أن يلجؤوا إلى تلك المنطقة ربما يعني طلبا للحماية وأكثر أمنا، ولكن الجيش الإسرائيلي هو العمليات القصف في كل المناطق هنا في قطاع غزة، سواء في مدينة غزة أو المنطقة حتى في المناطق الجنوبية كخان يونس وأيضا مدينة رفح. مدينة خان يونس
يعني تم انتشال ساعات في ساعات مساء هذا اليوم على الأقل جسامين 10 من المقاطعين من مناطق مختلفة من مدينة خان يونس، وتم نقلهم جميعا إلى مستشفى الأوروبي في المدينة. شكرا جزيلا لك من مدينة غزة مراسل الحدث خضر الزعنون. كشفت صحيفة ذا تايمز البريطانية عن رسائل ووثائق تثبت أن إيران قدمت ملايين الدولارات لحركة حماس بين عامي 2014 و2020، أي خلال 6 سنوات. وبحسب تايمز فإن الجيش الإسرائيلي الذي حصل على هذه المراسلات خلال حرب غزة قدمها حصريا لهذه الصحيفة. ورأى الجيش الإسرائيلي أن الرسائل توفر أدلة دامغة على سلسلة معقدة من المدفوعات التي تثبت كيفية قيام النظام الإيراني بتمويل حركة حماس. وفي إحدى الرسائل التي كتبها قائد الجناح العسكري لحركة حماس في غزة مروان عيسى الملقب أبو البراء إلى يحيى السنوار زعيم حماس في غزة، فقد تلقي ما لا يقل عن ما لا يقل عن 222 مليون دولار من إيران. وفي إحدى الرسائل المكتوبة عام 2020 تم تسجيل مدفوعات إيران بشكل شهري لحركة حماس. وبحسب هذه الرسالة دفعت طهران ما مجموعه 154 مليون دولار لحماس. وكشف تايمز عن رسالة ثانية كتبت في نوفمبر 2021 إلى أبي إبراهيم ويعتقد أنه يحيى السنوار، حيث تضمنت الرسالة تفاصيل مدفوعات ضخمة قدمها النظام الإيراني لحماس، حيث دفعت إيران لحماس 58 مليون دولار، وبعد فترة تم منح حماس 10 ملايين دولار أخرى على دفعتين. وبحسب صحيفة تايمز يعتقد أن هذه الأموال أرسلت من إيران إلى بيروت، حيث سلمها ضباط في الحرس الثورية الإيراني إلى أعضاء حماس. هذا ونقلت صحيفة يديعوت أحرونوت الإسرائيلية عن مسؤولين إسرائيليين أنهم يعتقدون أن زعيم حركة حماس في قطاع غزة يحيى سنوار يعطل المفاوضات بشأن إطلاق الأسرى الإسرائيليين في انتظار حدوث هجمات إيرانية. ونقلت الصحيفة أن سنوار يأمل في اندلاع حرب إقليمية في حال قررت طهران الانتقام لمقتل عدد من قادة الحرس الثوري الإيراني خلال استهداف مبنى القنصلية الإيرانية في دمشق. هذا ولفتت إلى أن المسؤولين يعتقدون أيضا أنه لا توجد ضغوط كافية على سنوار لإطلاق سراح الإسرائيليين المحتجزين لدى حماس، وأنه ينتظر ليرى كيف تنوي إيران مهاجمة إسرائيل ردا على استهداف قنصليتها في سوريا.